هذه القطعة القدسية وهذه المناظر الخلابة التي تروي في سكون بريء التناغم والتناسق وفق سمفونية طبيعية رائعة تحكي وتحاكي مكنونات هذا البلد الذي حباه الخالق بأثمن بانوراما، تسر الناظرين وتقذف في قلوب الحيارة الدفء والشعور بالرضا والرفاه. هي الونشري عين الدنيا، آية من آيات الإبداع الإلهي تلهم الشاعر والفنان وتداعب الخيال لتنطق في كل لحظة بسبحان خالقها. تقع الونشري على الضفة اليسرى لنهر شلف الطويل، وهي كتلة جبلية بسيطة التركيب تعد امتدادا لسلسلة السيطرة والأطلس البوليفي، ويصل أعلى ارتفاع فيها إلى 1985 مترا على مستوى سطح البحر، وتدعى قمة سيدي عمر. بين أحضانها واكب سكانها المسيرة الحضارية للشعب الجزائري، فقد عرفت المنطقة حسب الأبحاث الأثرية للعمران البشري منذ أواخر العصر الحجري الحديث، حيث وجدت حفريات تعود لإنسان ما قبل التاريخ في منطقة عين الصفا منحوتة على الكهف بوسائل العصر النيولوثي. وقد ترك الرومان أثار في مزرعة نجاز علي وقبور بطول حوالي مترين محفورة من الصخور الجبرية في تل الزهاير ومقبرة بمدينة خميسي. دخلت الونشاريس في إطار الحضارة العربية الإسلامية لينشأ فيها العلامة أحمد بن يحيى الونشاريسي صاحب كتاب المعيار، والعلامة أبو محمد البشير الونشاريسي أحد القادة العشرة المقربين لابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية. كما ضمت المنطقة قبائل متعددة، منها بني تجيل، مغرارة، صنهاجة وبني عبد القوي، ثم هرب إليها سكان مليانة جراء الحملات التي تعرضت إليها دويلات المغرب العربي، ليسكنها بعد ذلك قبيلة بني هندل بقلب الونشاريس. ولا تزال الآثار العثمانية راسخة في سفوح جبالها كدار بنت السلطان العثماني ببرج بنعامة. تلكم حال أرض احتضنت تاريخا عارما بالأمجاد، فكانت معقلا لجبهة وجيش التحرير الوطني وقلعة منيعة للثورة الجزائرية، لتتماثل مع غيرها من المناطق في لونها الأحمر الصورة العاكسة لإرادة الشعوب. تباشر فيها الأمير عبد القادر ثورته الشعبية وبنى حصن طازة أحد أهم قلاع المقاومة، وهذا سنة 1838، وأنجبت للجزائر طيب ما اختسل به الثرى الجلال بنعامة، وهو الاسم الذي أطلق على منطقة بني هندل ومجاورها من موليير أثناء الاستعمار الفرنسي إلى الجلال بنعامة إبان الاستقلال. إذ صارت تحتفل به المنطقة على مدار أسبوع من الأول إلى السابع من شهر أوت كل سنة. تولى هذا البطل قيادة الولاية الرابعة بعد استشهاد محمد بوغرة في 559 و900 و1000، فاستطاع أن يبطل الكثير من المناورات الاستعمارية مثل عملية التاج سنة 59 و900 و1000، ليستشهد بالبليدة ليلة 8 أوت 61 و900 و1000. وحينها علقت وسائل الإعلام الفرنسية إنه النصر لها، ولم يعرف مكان رفاته لحد الآن. هذا وشهدت المنطقة معارك طاحنة حضر لها المستعمر حوالي 300,000 جندي من جنود اللطيف الأجنبي. خلفت هذه المعارك 800 قتيل، منهم 30 ضابطا من صفوف العدو الفرنسي و360 شهيدا تخطرت أرض الونشاريس بدمائهم الزكية، ودفن الأبرار بمقبرة باب البكوش، وكان ذلك سنة 59 و900 و1000. قلب الونشاريس عامل بالثروات المعدنية كما